بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بحول الله الإجابة عن السؤال الثامن من اختبار الفهرس لنوفمبر 2016. السؤال بيقول reduce the expression x squared plus 7x plus 12 divided by x squared minus 16. بمنتهى البساطة، أنا شايف إن البسط ينفع يتحلل إلى x زائد 4 في x زائد 3، والمقام فرق مربعين x ناقص 4 في ضرب x زائد 4. x زائد 4 اللي في البسط هتتشال مع x زائد 4 اللي في المقام، فاللي هيتبقى فوق x زائد 3 مقسوم على x ناقص 4. الحل ده فين؟ قال ان هو حل اختيار B. يبقى لو سمحت نتدرب على ان احنا نعمل ازاي فاكتورايزيشن، ونتدرب على فرق المربعين x تربيع ناقص 16، x ناقص 4، x زائد 4. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.